جاد بحر غزة بهذه الكميات من الأسماك بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق التهدئة الذي أنهى حربا إسرائيلية على قطاع غزة استمرت 8 أيام في نوفمبر من العام الماضي. حينها استبشر الصيادون بموسم صيد وفير، خاصة وأن الاتفاق نص على زيادة المساحة المتاحة للصيد لستة أميال بحرية. تراجع إسرائيل عن الاتفاق وإجبار الصيادين على العودة إلى مساحة 3 أميال دفع بهم إلى التظاهر مجددا تنديدا بالقرار وتحذيرا من كارثة اقتصادية وشيكة. كنا نروح نصرح لغرب كويس، الحال وقت تقلصوها بالمرة، يعني رجعت زي أول أيام الحصار لعن صحي. وبنطلب أنهم يوسعوها كمان أكثر من 6 أميال، لأنه فترة الصيد اللي هي في الوقت الشهر هذا، إذا ما انفتحش الصيد الشهر هذا يعني معناته ما بنصرحش بالمرة. وفي احتجاج رمزي جاب الصيادون بزوارقهم ميناء غزة ناقلين رسالة إلى إسرائيل مفادها أن استمرار حصارها البحري قد يعيد القوافل البحرية إلى القطاع. استمرار هذا الحصار بكل تأكيد سيعيد كل سبل التضامن المشروعة، ومنها سفن كسر الحصار لتأتي لغزة لتكسر هذا الحصار البحري. تركيا التي تلقت أخيرا اعتذارا من إسرائيل على قتل 9 من نشطائها كانوا في طريقهم لكسر الحصار البحري على قطاع غزة كانت من بين من استهدفتهم الرسائل التي جرى توجيهها اليوم. نطالب رئيس الوزراء التركي السيد طيب رجب أردوغان بالضغط على إسرائيل بعد اللي هو يعني الاعتذار الإسرائيلي وتحسن العلاقات. ويعمل نحو 3000 فلسطيني في مهنة الصيد في القطاع، وعندما تطاردهم إسرائيل في أرزاقهم فإنهم ينضمون قسرا إلى جيش كبير من العاطلين عن العمل في غزة. حتى لو نجح الصيادون الفلسطينيون في استعادة مساحة 6 أميال التي نص عليها اتفاق التهدئة الأخير مع إسرائيل فإن مأساتهم لن تنتهي كما يقولون، فأصل المشكلة يكمن في عدم احترام إسرائيل لأي اتفاقات موقعة مع الجانب الفلسطيني. سامي سهمود، سكاي نيوز عربية، قطاع غزة.